شيء عجيب. أذكركم الآن بالشيء الذي ربما يسمعه بعضكم لأول مرة، وهو ما أخرجه الإمام الأزرق في تاريخ مكة والإمام الذهبي في سير النبلاء في القسم الخاص بالسيرة المحمدية، وهذا ثابت من رواية عمرو بن ميمون ومن رواية عطاء بن أبي رباح، أن النبي يوم فتح مكة دخل الكعبة ووجد فيها الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله فأمر بإزالتها، ووجد فيها صنما لإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام يعني يعمل عملا شركيا فأمر بإزالته، ووجد فيه صورة تمثالا يقول تمثالين لمريم وابنها في حجرها، فوضع يده عليهما وقال لهم أمحوا كل ما سوى هذين، هذان يبقيان مريم وعيسى يبقيان في الكعبة. يروي الإمام الذهبي وهو من هو رحمة الله عليه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال وسئل هل أدركت تمثال مريم وابنها في الكعبة؟ قال نعم رأيته أنا بنفسي وقد أمر النبي بإبقائهما. نعم المسلمون أنفسهم يعجبون لسماع هذا النبأ. وعمر ابن ميمون قال نعم رأيت أنا هذا أيضا، وهذا شيخ الأئمة، هذا شيخ سفيان الثوري، عمر ابن ميمون قال أنا رأيت هذا بنفسي قبل أن تتهدم الكعبة، جاء حريق وانهدمت في العهد الإسلامي، قال كان فيها تمثال مريم وابنها عيسى عليهما السلام أي صورتهما.